يعني ده كان كلام الكابتن محمود ابو الدهب والكابتن عمرو الحديدي، طبعا سواء كان عن توقعاتهم وعن طبعا امكانيه باذن الله النادي الاهلي يتمكن من الحصول على بطوله دوري الابطال، اللقب ال11 باذن الله ان شاء الله يتمكن النادي الاهلي كفريق مصري انه يحصد اللقب الافريقي في مواجهة صعبة جدا أمام الوداد المغربي. الوداد المغربي مواجهته صعبة داخل الملعب وخارج الملعب. مواجهة سان داونز يعني الناس كانت متخوفة بشكل كبير من سان داونز، لأن سان داونز فريق بيلعب كرة هجومية بشكل غير طبيعي، أفضل فريق في إفريقيا بيقدم كرة هجومية، لكنهم طبعا كان عندهم مشاكل دفاعية أودت بهم إلى خارج بطولة دوري الأبطال، وتمكن فريق الوداد المغربي بالصعود إلى المباراة النهائية وتحقيق مفاجأة. والمفاجأة ليس في مستوى الوداد المغربي، ولكن المفاجأة في نتيجة المباراة وقدرة فريق الوداد المغربي على العودة والإصرار في جنوب إفريقيا. جنوب افريقيا او ملعب سان داونز اللي كان بيمثل رعب بشكل كبير لفرق شمال افريقيا، ذاق نادي الزمالك مرارة طبعا الخسارة بثلاثية في نهائي افريقيا في احد البطولات امام سان داونز، اعتقد ان هي كانت 2015، حد يفكرني. ثم بعد كده 2016، لأن الزمالك كان خد بطولة الدوري 2015، وبالتالي كان مواجهة سان داونز والخسارة بثلاثية في 2016، أيضا إلى جانب طبعا خماسية الأهلي سواء الأولى أو الثانية، فكان بيمثل لينا هنا في مصر تخوف كبير من فريق سان داونز. بكلمك بمنتهى الأمانة على النادي الأهلي، تقول لي بقى كولر غير، تقول لي كولر طور من أداء الفريق، أنا بكلمك في فريق مرعب بشكل كبير. قدر فريق الوداد المغربي انه يتعامل بشكل ذكي جدا جدا، سواء على المستوى الفني أو على مستوى تهيئة فريق إفريقي مقبل على فريق مخيف خارج الأرض. وأنا يعني أنا لما سألت الكابتن عادل اللياقة البدنية، ارفع اللياقة البدنية بس بحرفية، مش ترفع اللياقة البدنية وخلاص والسلام. اللياقة البدنية واللعيب ما بقاش عنده إجهاد، وعملت التدوير المناسب في أوقات معينة في الموسم، فاللعيب وصل وإحنا في نهاية شهر 5، في النص الثاني لشهر 5، وفي قمة أدائه البدني. وبالتالي اي فكره فنيه عايز يؤديها هيؤديها على احسن ما يكون، لانهم لعيبه كبار فاوريدي عندهم الافكار الفنيه عاليه جدا، لعيبه كبار ولعيبه منتخبات ولعيبه النادي الاهلي يعني. فلما يبقى واقف على رجليه بدنيا، وده اللي عمله الحقيقه مارسيل كولر في المساله دي، الحقيقه مميز فيها الاهلي جدا. انا مع الهاتف كابتن احمد ابو مسلم نجم النادي الاهلي ايضا ومنتخب مصر الاسبق، واحد اثنين قالوا لي الاهلي هيلعب الوداد وان الوداد هيكسب سان داونز، احمد ابو مسلم وسيد معوض، وكل الناس تقاوح وابو مسلم قال لي كده وسيد معوض قاوح معايا جدا برضو كده في الموضوع ده. كابتن احمد ابو مسلم مساء الفل. مساء الخير يا استاذ محمد، بصحتك. انا هسيبك بالك، انا عايز اخد الرهان بتاعي، انا كسبان. انت الرهان بتاعنا ما كانش على ان الوداد وسان داونز. لا انا كان، لا احنا كنا بقول لك يا ابو مسلم انت كسبت، بتكلم على الوداد، انا كنت بتكلم على الوداد، مصر كلها بتتكلم على سان داونز وانا كنت بتكلم معاك على الوداد. طب لحظه واحده بس، بقول لك يا ابو مسلم انا هرجع للحلقه، ده رهان مش سهل. طيب ده عايزهم يتعاشى وهيجي فيها شريف عبد الفضيل ورشا فيها سيد معوض واحمد عيد. انا بتكلم على خد بالك وانا بتكلم رشا ومعايا فيها، فاحنا وعبد الجليل وهتلاقي الخضري وبليغ وكل اللي معايا في البرنامج، فهتلاقي العزومه دي بقت 10 تنفار. انا معايا الصوره، معايا الصوره من عندك، تصريح من عندك بتاعك. لا ما هو ماشي، ما انا مش انا معترف بالتوقع، بس الرهان كان على النتيجه 2-0 ولا 3-0. لا يا قلش، ده 3-1-0. يبقى الحمد، يبقى احنا كده الرهان مش كان على النتيجه مش على ولا ايه؟ ايوه انا بس، انت كنت مران على سان داونز.
لا والله. لا ولا انت توقعك سليم وفعلا صعد الوداد، كنت باني ده على ايه؟ يعني قلت الوداد طبعا انت، لا طبعا هو لما بترشح فرقه اكيد عندك اسبابك او عندك ليه بقى؟ يعني ايه رهانك، كان ايه رهانك على اولا الوداد؟ اولا يعني انا بتكلم الوداد، الوداد فرقه دفاعيه قويه جدا. يعني انت فرقه بتدافع بشكل منظم جدا، منظمين. بس صن داونز كان افضل في الماتش. هم منظمين حتى في ملعبهم، هم ما عندهمش اللي خالص، بس هم فرقه منظمه بشكل مميز جدا. هم كمان استاذ محمد اخر نسخه هم عندهم الخبرات، وده فرقه كبيره. خد بص كسب اللقب السنه اللي فاتت يعني. ايوه كسب اللقب. تاني حاجه كان الفتره اللي فاتت دي كلها انت بص على وريد الركراجي، هو عمل لهم شغل وسيستم، عشان كده حتى الكره المغربيه او المنتخب المغربي ظهر الفتره دي على الساحه حتى في كاس العالم، شفت عامل ازاي. تمام. والانديه المغربيه كلها مميزه جدا، لو جيت تقيس الكره الجنوب افريقيا والكره بتاعت المغرب، لا المغرب متقدمه بشكل كبير. تمام. فعشان كده انا حطيت الاسباب على الاسباب دي، اللي هي الفرقه منظمه مش سهل اللي هي تخسر. الحاجه الثالثه كمان الخبرات اللي عند الوداد كبيره، يعني الوداد مش فرقه اللي هي سهله، عندها في النهايات صعوبه تكسبها، يعني في النهايات بتبقى صعبه شويه. غير جنوب افريقيا، انت بتتكلم على صن داونز، صن داونز كل مره الادوار التمهيديه او الادوار اللي هي الاولانيه يعني لحد دلوقتي الفرقه الوحيده اللي ما اتغلبتش ولا ماتش الا ماتش بتاع امبارح. تمام. بتاع اول امبارح اللي هو مع فرقه الوداد. فهم خبرتهم لما يكون عندهم تحت ضغط، تحت ضغط بشكل كبير جدا بيتاثروا، ما بيقدروش. يعني حتى هو كل سنه لا اما سنه واحده خدوها وبعد كده كل الفاينل ما بيلعبوا عليه بيخسروا. فصن داونز هي دي الفرقه كده اللي عندهم حته الضغط النفسي، عندهم فيه مشاكل. حتى الخبرات عندهم اللي تثبت لك يا استاذ محمد، الخبرات عندهم قليله. هم كسبانين 2-1 يعني على الاقل في اخر 5 دقائق او 7 دقائق بتموت اللعب، الجون بيقع، بتعطل اللعب شويه، بتعمل تغييرات. لا مفيش خالص من كلام من ده خالص. شفتهم حتى الفرقه الثانيه كانت عماله تهاجم، يعني عم فاتحه الملعب بشكل كبير الوداد عشان عايزه تجيب الجون الثاني. كنت تمتص ده، خد بالك هم حتى الجون الوداد التعادل جه بعد كام دقيقه بس من الجون الثاني بتاع صن داونز. انا فاهم، انا حتى لو انت كلمت في دقيقتين ثلاثه فرق، على الاقل انا اقدر اموت اللعب. ممكن يكون يعني تمتص الاندفاع اللي هيبقى عليه الوداد بس اكيد. بس كده. وثاني حاجه انا خلاص الماتش خلاص فاضل له 5 دقايق بس. خد بالك عارف مين غلط نفس الغلطه دي؟ الاهلي مع صن داونز هنا لو تفتكر. الاهلي فاكر 2-2 الاهلي جاب جول 2-1، صن داونز اتعادل بعد دقيقتين. ايوه. وقلنا نفس اللي انت بتقوله ده ساعتها، كان لازم تمتص وتستنى وتوقف الكوره. الادوار ما انا بقول لحضرتك الادوار النهائيه دي ليها خبره وعندهم ثبات انفعالي بشكل كبير. الوداد فرقه عندها ثبات انفعالي بشكل كبير جدا، يعني فرقه بتلعب لحد اخر دقيقه منظمين. مظبوط. والجون عندهم امبارح عمل ماتش عالي جدا بصراحه. طبعا انت شفت مثلا السيرد باك كده يلعب راس حربه، لا هم منظمين نفس الشكل. والواد اللي اتصاب ده الكونغولي السيرد باك بتاعهم ده الحقيقه كان مميز جدا امبارح. طبعا هي فرقه مميزه، هي فرقه واحد لعيب واحد، يعني مش عندهم 2-3 هم اللي يعتمدوا عليهم، لا هي فرقه جماعيه. واللي زرع فيهم كده وليد الراجل، هو عمل الثمره دي او هو اللي عمل القوام الاساسي. بس 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 يعني غيروا جريده في الفتره الاخيره دي، وبالعكس ما تاثروش، يعني قدروا يتخطوا منافس قوي جدا زي صن داونز. يا استاذ محمد جريده، مع احترام الجريده، جريده مدرب انا شفته في النادي الاهلي وكان موجود، مدرب تمرينات مميز جدا، يعني التمرينات بس يعمل تمارين مميز جدا في التمارين. بس في اداره الماتش مش كوتش. انا بتكلم على التوقيت، يعني ما بين دور الثمانيه ودور سيمي فاينال انت غيرت مدير فني. ما ده تثبت، ده يثبت لك ان هي فرقه كبيره ما تاثرش، يعني الفرقه الكبيره اللي ما تاثرش. المشكله كانت عنده، ده التغيير كان ايجابي. ايوه طبعا، هو المشكله عنده الفنيه عنده كانت مش قد كده، هو راجل مش عارف يتعامل، او الشق اللي بيشتغل عليه فني صعب شويه، مش عارف يتعامل معاهم بشكل كويس. والدليل على كده اللي جريده راح كذا نادي وفشل، يعني جريده راح كذا فرقه ومشي. طب كابتن احمد، يعني كونك تتوقع الوداد يتاهل وعندك اسبابك، يبقى انت شايف ان الوداد عنده صفات اقوى من صفات معينه عند صن داونز. طبعا هو البطل، فعنده قدرات انه يتاهل. معنى كده ان انت الاهلي جاله منافس اقوى كمان من صن داونز اللي كل الناس كانت بتعتبره زي الفزاعه يعني. فطبعا الفزاعه دي اتبنت على النتيجه بتاعت الاهلي مع صن داونز هناك والخمسه والكلام ده. لكن دلوقتي انت شايف ان لقاء الاهلي مع الوداد بقى اصعب؟ صعب جدا. انا شايف اللقاء هيبقى صعب جدا، وكمان لقاء العوده هناك في المغرب هيبقى صعب جدا. فانا لازم النادي الاهلي يخلص من هنا، يعني ما تعملش. انا بقول 2 على الاقل. طبعا لازم تكسب 2، وده اللي خلي بالك يا استاذ محمد اللي فرق مع النادي الاهلي في ماتش الرجاء هنا. الترجي لما خلصت انت من هنا الموضوع خلص. الرجاء تقصد الترجي هناك 3 كسبناهم؟ انت قصدك الرجاء هنا 2-0. ايوه الرجاء هنا 2-0 لما خلصت ورحت هناك المغرب مفيش اي مشكله. فانت لازم من اول تخلص الشوط الاولاني هنا في مصر، عشان الاحداث هناك هيبقى عندهم ضغط
جماهيري قوي جدا. وانت شفت النسخه، احنا مش بنتكلم على الماتش الاخير اللي هو كان ماتش واحد وفاينل، اللي هو الفاينل كان ماتش واحد، دي مباراه لها ظروفها باحداثها يعني دي مباراه يعني ما يعني كان فيها اسباب كتيره يعني. انت من هنا ان شاء الله ماتش عندك فرصه، عندك لقاءين، عندك الشوط الاولاني في القاهره ان شاء الله تقدر تخلص نتيجه كويسه عشان تروح هناك تبقى حتى لو في اي حاجه اي عامل خارجي انت برضك على ارض الواقع انت ثابت يعني، انت كسبان وان شاء الله نتيجه كويسه محدش يقدر يتاثر بالنتيجه المختلفه، بالذات ان انت عندك فرقه منظمه. الوداد فرقه منظمه جدا، هتلاقي هنا اثلالك في الملعب بشكل كبير. طب كابتن احمد، يعني الوقت الاهلي كله مميز الحقيقه، واداؤه اداء جماعي وفي انسجام وتجانس بين اللعيبه، مين انت شفته في يعني ماتشين الترجي بتعتبره هو يعني اللعيب المميز جدا 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 وسط المميزين دول، يعني شايف ان هو بقى فارق جدا؟ لا انت عندك يا استاذ محمد لو جينا نتكلم من اول خالص، هو مارسيلو كولر عمل بصمه في النادي الاهلي، عمل اختلاف في النادي الاهلي، وغير كده هو خد خبرات من البطوله الافريقيه دي بقى مختلف، يلعب سان داونز غير الرجاء غير الترجي غير الوداد، يعني بقى عنده ثقافه مختلفه بيلعب البطوله ازاي، يعني الاول كان بيلعب مثلا سان داونز جيم مفتوح، دلوقتي بقى عنده من الخبرات بقت الدنيا مختلفه، بيقدر يقفل الملعب امتى، حتى ماتش اللي هناك اللي هو بتاع الترجي بقى يقف بعد نص الملعب يبتدي يهاجم عليهم، فالراجل عنده خبرات. بتتكلم هو وصل للمرحله دي اللعيبه اللي في التوب فورم اعلى حاجه، بتتكلم لو جينا بتكلم على الشناوي والواحد واحد، الشناوي من اعلى الفترات الموجوده الفتره دي، يعني بعد الفتره اللي فاتت اللي كان فيها مثلا هبوط شويه في المستوى بتاعه، النادي الاهلي الشناوي شايل الاهلي هناك في ماتش الرجاء بنتيجه كويس، والماتش الاخير هو مميز فيها. بتتكلم مثلا على محمد عبد المنعم احسن مدافع في مصر دلوقتي، انت بتتكلم على محمد عبد المنعم هايل، محمد هاني اللي احنا بقالنا فترات كنا بنشوف الناس كلها كانت بتتكلم على محمد هاني اللي هو ما بيستغلش فرصه بشكل مميز، النهارده شوف محمد هاني عامل ازاي. تكلم على ياسر برضك حاجه مختلفه، ياسر دلوقتي مع كولر غير قبل كده، بتتكلم على متولي نفس الكلام. انا شايف النادي الاهلي الفرقه كلها مميزه، بس في طبعا زي ما انت بتتكلم على ثلاثه اربعه اللي هم المميزين جدا، انا شايف بريستاو مختلف تماما، يعني واحد تاني اتبدل مع كولر يعني حاجه تانيه مختلفه، بتتكلم على عبد المنعم حاجه مختلفه، حسين الشحات ومروان عطيه، صراحه يعني كل خط فيه واحد مختلف. بيرستاو محمد عبد بيرستاو طبعا، وحسين الشحات ومروان عطيه ومحمد عبد المنعم، ومحمد عبد المنعم دول مختلفين، دول وصلوا يعني مستواهم بقى وصل للتوب فور مع الراجل. عموما كابتن احمد ابو مسلم انا بهنيك على الـ 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 التوقع بتاعك، والحق يقال يعني كانت كل الناس شايفه سان داونز، وبشكرك شكرا جزيلا نجمنا الكابتن احمد ابو مسلم.